اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده سمك فيليه قشر بياض، وهعمل له صوص كده غريب شويه. نقول لحضراتكم على المكونات: بصل، خل عنب احمر، وورشستر صوص، هوت صوص، شبت فريش، كاتشب، وسمك فيليه قشر بياض. الاول هتبل السمك بشويه ملح وزيت زيتون، وحط طاسه على النار كده تسخن. طبعا ينفع باي نوع سمك، بس طبعا نحاول ايه ان احنا نجيب دايما السمك من الحته المضمونه علشان نبقى مطمنين ان السمك يعني نضيف. نخلي دايما يعني السمك القشر بياض اللي هو الفريش يبقى احسن حاجه. وايه بتفرق موضوع حجم السمكه في وقت سواها، يعني السمكه دي او القطعه دي تخينه شويه، فهتاخد شويه وقت في السوا. طبعا شويه وقت، مش يعني مش تقعد نص ساعه، يعني لو العادي ان هي بتستوي رفيعه بتاخد لها مثلا دقيقتين ثلاثه، دي ممكن تاخد اكتر شويه، ممكن تقعد يعني اربع خمس دقائق على كل ناحيه بالكتير. هتاكد ان الناحيتين بقوا فيهم زيت، ومش لازم خالص ان انا احط زيت في الطاسه، بس يفضل تكون الطاسه ما بتلزقش كده. مش هحط عليها ليمون خالص دلوقتي، هحط عليها ليمون في الاخر. طبعا يعني ممكن لو هنعمل من غير الصوص ده نحط عليها ليمون، لكن الصوص ده فيه خل وفيه ورشستر وفيه هوت صوص، فيه حاجات كتير قوي، فمش عايزين نضيع طعم الكلام ده كله بالايه بالليمون. نحط دي كده على النار تسخن، وبعدين قبل ما اغسل ايديا، مش هيفرق معايا خالص اذا كانت الطاسه سخنه قوي ولا لا، هي هتاخد وقتها وتسخن. المهم ان احنا على قد ما نقدر نستعمل طاسه ما بتلزقش، وما نحركش السمك دلوقتي خالص لحد لما يشد حيله ويمسك عشان ما يتقطعش من بعض. اغسل ايديا، انا كده مش همسك سمك تاني. لو احنا شغالين كده ولقينا السمك الزيت اللي انا تبلت بيه او اللي انا حطيته مش كفايه، ممكن عادي خالص، يعني انا هوري حضراتكم، بس ممكن من بره كده نلف لفه زيت، علشان لو الطاسه اللي عندنا في البيت من الطاسات اللي ممكن تلزق، فنخلينا في الامان ونزود شويه زيت. هبتدي بقى اعمل الصوص اللي بقول لحضراتكم عليه. الموضوع سهل وبسيط. هبتدي بس الاول ان انا اقطع بصل. عاده البصل الاحمر بيبقى درجة القوة بتاعته أضعف شوية من البصل الأبيض، فلو في حد مثلا عنده مشكلة مع البصل إنه يبقى جامد، ممكن نستعمل بدل البصل الأبيض ده نستعمل بصل أحمر. هقطعه صغير، أنا مش هسويه خالص، ده هيبقى كله جوه الصوص. هاخد بقى على قد ما أقدر، عايز أقطعه صغير، مش هينفع نبشره عشان لو اتبشر هيبقى فيه مية كتير، والمية دي ممكن تبقى لزعة شوية زيادة وتخليه يبقى طعمه قوي. هنخلي يعني كده اشوف السمك اخباره ممكن نقلبها. طبعا واضح جدا بيبتدي الفرق يبان ما بين ان هي كانت لونها الاول زي ما يكون شفاف، وبعد ما بتستوي شوية بيبتدي لونها يقلب على اللون الابيض. كده كفايه بصل، علشان ده بصل ابيض، لو بنستعمل بصل احمر ممكن نزود شويه. هصغر البصل كمان شويه على قد ما اقدر. واقول لحضراتكم تاني، افتكروا مش عايزين نعمله بالمبشره، علشان المبشره هيطلع كل العصاره اللي فيه وهيبقى طعمه اقوى بكتير. نحط بقى البصل هنا كده. المفروض ان الاساس بتاع الصوص ده الشبت والكاتشب، فعشان كده هنزود الكاتشب والشبت شويه. هاخد الحتة الناشفة دي مش هستعملها، هقطع الشبت صغير وهقطعه مرة واحدة علشان ما يبقاش فيه ما يفقدش اي حاجة من الفايدة اللي فيه. والسمك وهو بيستوي كده ممكن خلاص هو كده مسك نفسه، ممكن نبتدي نحاول واحدة واحدة ان احنا ينزقه على جنب الطاسه كده عشان يستوي من الجناب، لان مثلا الحته دي لسه ما استوتش وواضح انها ما استوتش، لونها مختلف، فهزقها على جنب الطاسه عشان تبقى واصله لها نار. مش عارف ازقها جنب الطاسه، ممكن بالراحه اوقفها كده على حيلها واحده واحده. هوقفها على حيلها كده وهسندها لحد ما تستوي.
هطلع فاصل وارجع اكمل بقيه الصوص مع حضراتكم، وهعمل بعد كده طبق مكرونه بالجبنه والثوم. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. ببتدي ابص على السمكه لو في حته لسه ما استويتش بقلبها او بعدلها، اوقف على حيلها كده او اوقف على سيفها بحيث ان هي تستوي من كل النواحي. هي كده استوت، وادي الناحيه الثانيه. طبعا لو قلقانين شويه ان هي ما تبقاش مستويه على الاخر، ممكن لو عندنا طاسه بايد حديد نقدر ندخلها الفرن بعد ما نسويها ناحيتين كده، ندخلها 5 دقايق بالكتير قوي في الفرن على نار هاديه خالص، هتكمل سواها وهتبقى مظبوطه جدا. بس هي كده المفروض ان هي خلاص استوت. ممكن دلوقتي اطلعها في طبق واكمل بقيه الصوص. اقرب دي كده. كل ما بيكون على فكره، كل ما بيكون الطبق كبير عن الحاجه اللي متقدمه فيها بيخلي شكلها احلى. لما بتبقى الحاجه متقدمه في طبق يا دوب على قد القد بتحسوا ان الحاجه زايده عن حدها. خلي ده جنبي كده. الصوص بقى هقطع، قطعت البصل صغير زي ما قلت لحضراتكم، لو هتستعملوا بصل احمر ممكن تزودوا شويه عن دول علشان البصل الاحمر بيبقى طعمه اقل حده من البصل الابيض. وهجهز مضرب او شوكه او اي حاجه تساعدني. المفروض ان الصوص ده الاساس بتاعه كاتشب، فهحط كل كميه الكاتشب. انا مش قلقان، الكاتشب طعمه كويس، يعني طعمه مش قوي زي مثلا الورشستر صوص ولا خل العنب او الهوت صوص. وهحط يعني تقريبا معلقه ومعلقه من الورشستر صوص، ونشيل دول ونخليهم جنبنا نشوف لو حاسين ان في حاجه زادت عن حاجه ممكن نكملها. طبعا الهوت صوص بقى راجع لحضراتكم الكميه اللي انتوا عايزين تحطوها. طبعا ايه، نخلي بالنا علشان ما يزيدش قوي. كده كده هقلب وادوق واشوف لو كان محتاج تاني هزود، لو مش محتاج، لو حسيت ان هو زاد قوي ممكن ازود شويه شبت، ممكن ازود شويه ميه، ممكن ازود شويه من الكاتشب لو لسه في كاتشب موجود. كده اسهل صوص في الدنيا. لازم هدوق طبعا واشوف محتاج ملح، محتاج فلفل اسود، لان انا ما عملتش اي حاجه خالص في السمك غير ان انا حطيت بس شويه ملح وشويه من زيت الزيتون. هشوف كده طعمه عامل ايه، حراق قوي ولا لا، ولا محتاج ملح ولا محتاج اي حاجه خالص. هاخد شويه بس من الفلفل الاسود وازودهم على السمك. وبمعلقه هحط شويه على السمك، والباقي احطهم في سوسيره او في حاجه علشان يبقى لو حد عايز يزود يقدر يحط من الصوص. لو حتى في مكرونه، في رز، في اي حاجه ممكن استعمله في الايه، يعني ممكن حتى يبقى ديبنج لو في عيش ناشف ينفع لكذا حاجه. ونحط حبه هنا كده كمان اهو. والحبه اللي فاضلين التوليفه بتاعت الشبت مع الكاتشب مع الهوت صوص مع الورشستر والبصل طعمها حلو قوي وسهل قوي. وبعدين ده ممكن يقعد بقى في التلاجه فتره، ممكن يقعد في التلاجه اسبوع مش هنبقى قلقانين انه يحصل له حاجه لان كل المكونات جاهزه. ناخد كده عودين شبت نخلي شكل الطبق كويس. يبقى دي كده السمك فيليه بصوص الكاتشب والهوت صوص. هطلع فاصل وهرجع اعمل مع حضراتكم مكرونه بالجبنه والثوم والزيتون. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. خلصت السمك الفليه بصوص الكاتشب والهوت صوص والشبت والورشستر. هعمل مكرونه سهله وسريعه. اقول لحضراتكم على المكونات: مكرونه مسلوقه، بقدونس، توم، ميكس تشيز يعني مجموعه جبن على بعض، زيتون اخضر، اخضر او اسود المتاح نقدر نستعمله. هاخد معلقتين، اسف، هاخد فصين توم هقطعهم تقطيعه متوسطه سريعه كده، واحط طاسه على النار شويه من زيت الزيتون.
ما مجموعة الجبن الميكس ده موجودة في أغلب السوبر ماركتس، لو مش موجودة لو عندنا شوية بواقي من الجبن ممكن نقطعهم على بعض ونعمل ميكس، لو مش موجودة ممكن نستعمل جبنة رومي، نستعمل شيدر، نستعمل أي جبنة موجودة. يعني مفيش حاجة هتبقى حكمانة، نعمل اللي احنا عايزينه وناخد شوية من الزيتون، طبعا أسود أو أخضر الاتنين هينفعوا. بس إيه، هنفتكر بقى إن في جبنة وفي زيتون، ده زيتون أخضر مخلل، فنفتكر نبعد خالص عن الملح عشان ما تبقاش ملحها زيادة. وفي الآخر خالص هنحط عليها شوية بقدونس علشان يزود الطعم ويخلي شكلها حلو. كده تقريبا التوم خلاص نقدر نشيل دول. هحط المكرونة الأول بس كده كفاية طبق واحد، وعلى طول مش هستنى هحط الجبنة. طبعا الكمية اللي راجعة يعني الكمية اللي حضراتكم تحبوها، هقلب بس المكرونة كده علشان تاخد طعم التوم. دي واضح انها موتزاريلا على شيدر على بارميزان، مجموعة مختلفة. طبعا الكمية بقى ايه اللي تحبوها. كده بالنسبة لي خلاص احط بس الزيتون وافضل اقلب لحد لما الجبنة تسيح. في حاجة بقى لو عايزين تخلوا فيها سنة من الصوص كمان، ممكن شوية من المية اللي سلقنا فيها المكرونة نقدر نستعملها، لان هي بتبقى مية فيها نشا فبتقل شوية، بس يعني جربوها كده، هي كده مش محتاجة اي حاجة خالص غير ان الجبنة تبتدي تسيح. وناخد شوية من البقدونس دول نقطعهم كده تقطيعة سريعة. بس كان ايه المفروض نبقى ايه قريبين منها علشان مش عايزينها تمسك تحت في الطاسه كده، علشان ما يحصلش ان احنا ان تبتدي تتحرق وتعمل ريحه مش حلوه. مجرد ما ابتدت تسيح والمكرونه نفسها سخنت ممكن ابعدها عن النار خلاص، بقت ايه عشان فيها موتزاريلا فبتشد. يعني عندنا طبق واحدة واحدة كده. يعني حاولوا لو مش عايزينها تبقى ماسكة في بعضها قوي كده ابعدوا شوية عن الموتزاريلا. مفيش داعي ان احنا نستعمل جبنة موتزاريلا، بس طبعا يعني انا واحد من الناس اللي بحب جبنه الموتزاريلا جدا، فاي فرصه يبقى عندي ان انا اكل موتزاريلا يعني هفضل ان انا اكون حاططها في الاكل. ونحط كده شويه من البقدونس والزيتون. طبعا فكر حضراتكم تاني، انا حاطط جبنه كتير وحاطط زيتون، فمش عايزين خالص نقرب من الملح، يعني تقريبا ما حطيتش ولا رشه ملح. ننضف الطبق كده. وادي كده المكرونه بالزيتون والميكس تشيز والسمك الفليب صوص الشبت والكاتشب والهوت صوص. الف هنا، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.